ونرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في استوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك يا دكتور جاسم. دكتور جاسم، نبدأ من تحذير المنسق السياسي لبريطانيا في الأمم المتحدة ستيفن هيكي الذي قال إن بقاء نحو 2 مليون نازح دون العودة إلى مناطقهم يهدد بكارثة إنسانية، كيف تصف هذا التحذير؟ نعم، طبعا بداية رمضان كريم عليكم وعلى متابعي الرافدين. هذا هو ربما الرمضان الخامس أو الخامس عشر بالنسبة للعراقيين في الخارج، والخامس بالنسبة للعراقيين من أهالي الموصل وغيرها من الذين اضطروا لترك منازلهم. مع الأسف ما زالت مأساة هؤلاء مستمرة، وما زالت المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة تكتفي بالبيانات الميتة أو التي تولد ميتة، لأنها لا يوجد عملية إلزام دولي. نحن تحدثنا مثلا عن الحماية الدولية للعراقيين عموما وللمستضعفين من العراقيين على وجه الخصوص، وبالتالي نرى أن الدور الدولي أو الدور الأممي أو دور منظمة الأمم المتحدة هو دور ضعيف، بل ربما نجد أن ممثل الأمم المتحدة في العراق مع الأسف الشديد يجامل، بل لديه علاقات شخصية قوية ومتينة مع جميع الكتل الموجودة في الحكم، وكأنه جاء إلى العراق من أجل ترتيب علاقات شخصية وليس من أجل القيام بمهمة إنسانية لإنقاذ العراقيين من المآسي الموجودة عندهم منذ عام 2003. وبالتالي العتب الأكبر أو اللوم الأكبر يقع على المنظمة الدولية على اعتبار أن ممثل أمم متحدة، يعني غالبية ممثلي الأمم المتحدة الذين تعاقبوا على المشهد العراقي لم يفلحوا في إيصال صورة إلى المجتمع الدولي أن الأوضاع في العراق بحاجة إلى علاجات جذرية، وبالتالي كانت المنظمات الدولية عاجزة على الدفع باتجاه مؤتمر دولي لحماية العراقيين سواء كانوا من المعتقلين أو الذين حكم عليهم بأحكام إعدام يعني كيدية وطائفية وسياسية، وكذلك بالنسبة للمهجرين الذين لا يجدون قوت يومهم. وعليه أظن أن المنظمة الدولية مع الأسف شريكة في هذه المأساة التي تحذر منها. فيما يخص المهجرين في العراق، يونامي برأت نفسها من هذه القضية وألقت باللائمة على الميليشيات وعلى ما تقوم به الميليشيات في عدم عودة النازحين إلى مناطق سكنهم وإلى بيوتهم، كيف تعلقون على هذه القضية؟ هذا كلام صحيح، لكن يونامي في نفس الوقت هي مسؤولة أيضا، يونامي مسؤولة على ضرورة يعني الحث للدول الكبرى بتسليط الضوء أكثر على القضية العراقية، بضرورة إيجاد مؤتمر دولي للحماية للعراقيين، وهذا ما لم تفعله. لا شك أن الميليشيات ما زالت تعبث في المشهد العراقي سواء في الموصل أو في الأنبار أو في بغداد أو في غيرها من المناطق، لكن هذا واقع، الواقع بحاجة إلى علاج. ما هو العلاج؟ ينبغي على الأمم المتحدة وعلى يونامي التي لديها اتفاقية مع الحكومة العراقية، نص الاتفاقية يقول بأن تقوم يونامي بمتابعة تطبيق حقوق الإنسان في العراق. فأين هي حقوق المواطن العراقي؟ اليوم هنالك انتهاكات للحريات، انتهاكات ل صوت المعارضة من المناهضين سواء في المظاهرات أو في الإعلام، وكذلك بالنسبة للأحكام السياسية والطائفية. وعليه أعتقد أن يونامي لا يمكن لها أن تبعد نفسها عن التهمة، هي شريكة سواء يعني كانت تعرف أو لا تعرف، لكن هي بالمحصلة يفترض بها أن تدفع باتجاه يعني مؤتمر دولي لحماية العراقيين عموما ولحماية المستضعفين سواء من الذين في المعتقلات أو في مخيمات النزوح على وجه الخصوص، وهذا ما لم تفعله اليونامي حتى الآن. يشاركنا أيضا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي دكتور رحيم الكوبيسي. مرحبا بك يا دكتور رحيم معنا. مرحبا
مرتين على تحياتي. وحياك، أهلا وسهلا بك. كما تفضل قبل قليل دكتور جاسم، هل ترى دكتور رحيم أن يونامي لم تسمي الأسماء بمسمياتها، فالميليشيات هي جزء من الحكومة في العراق، ورئيس الحكومة هو يعني رئيس لهذه الحكومة، وأغلب الكتل السياسية لديها ميليشيات وتشارك في الحكومة، بما تفسر اتهام يونامي للميليشيات دون اتهام الحكومة ذاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لضيفكم الكريم دكتور ياسين الشمري ولمشاهدي القناة. رمضان كريم على الجميع وعلى شعب العراق. مع كل الأسف يعني منذ الاحتلال إلى يومنا هذا كثر الحديث كثيرا يعني عن معتقلين، عن عقوبات إعدام، عن سلاح خارجي لطاقة الدولة، عن مهجرين، عن ناجحين في العراق، وأرقام مهولة، أرقام بحيث الكل يقول أعلى موجة نزوح شهدها العالم كانت في العراق، أكثر من 5 مليون. يعني أنت تتذكر جيدا بعد سيطرة داعش على بعض المحافظات أكثر من 5 مليون. صحيح عاد البعض، لكن حتى الأرقام الرسمية الآن حوالي أكثر من 2.5 مليون نازح لا زال في المخيمات، مر عليهم رمضان ومرت عليهم أكثر من صيف وأكثر من شتاء، واثرثوا الأرض والتحفوا السماء. مع كل الأسف الأمم المتحدة في حالة العراق كلامها كلها في لغة القانون نسميها كلام مرسل. العراق لا زال يخضع تحت الفصل السادس والفصل السادس في تصوري أنا من الناحية القانونية لا يختلف عن الفصل السابع. الفصل السابع يستخدم القوة العسكرية، والفصل السادس أيضا له مخالب أيضا من خلال الضغط على الحكومة العراقية التي يعتبر فيها دولية من خلال انتخابات بين خمسين مع تسيير هذه الانتخابات، لكن الحال يعترف بهذه المنظمة، ويعترف أيضا مع كل الأسف أن هناك ميليشيات، أن هناك مجموعات معينة، أن هناك باعتراف رئيس الوزراء السابق أكثر من 100 فصيل لديهم مقرات في بغداد فقط، لديهم مقرات، لديهم باجات خاصة، لديهم أسلحة معينة لا تستطيع السلطة الحاكمة التصدي لهم. يعني حتى من قال أن هذه الميليشيات منتظمة داخل إطار الدولة هذا كلام مردود عليهم، هؤلاء لهم سجون خاصة. يعني مع كل الأسف النازحون العراقيون عندما انتهت على العمليات العسكرية أرادوا العودة إلى أماكنهم، مع كل الأسف واجهوا عقبات النازح إلى مكانه. القضية الأخرى أيضا التغيير الديموغرافي، كافة القوانين الدولية وكافة المعاهدات التي تخص حقوق الإنسان على رأسها معاهدة جنيف تجرم هذا الفعل، لكن ما يحصل في العراق اليوم تتغاضى عنه الأمم المتحدة ويتغاضى عنه مجلس الأمن الدولي أيضا، كيف تعلقون على هذه القضية؟ يعني هو الآن هذا الذي يجري في العراق هو مشروع أمريكي. طالما مشروع أمريكي من 2003 وحتى الحكومات المتعاقبة الآن القرار الواضح، سلطة القرار مشتركة ما بين الأمريكان وما بين الإيرانيين في هذه الحالة، وبالتالي لا يستطيع مجلس الأمن أن يتخذ قرارا وأمام الأمريكان الذين يستخدمون حق أو الفيتو في هذه الحالة. إذا تقية ممثلي الأمم المتحدة يونامي وقبل ذلك الكثير، هؤلاء لا يستطيعون أن يقرروا إلا فقط يعطوا بين فترة وفترة للأمم المتحدة الحالة العراقية، الحالة الليبية، الحالة السورية، هكذا تنتهي الأمور بتوصيف حالة. نحن لا نريد توصيف حالة، نريد علاج لحالة موجودة. العراقيون يعرفون ماذا يحصل في بلدهم، يعرفون جيدا هذه الإحصاءات كيف يعود هذا النازح إلى مكانه. صحيح أن هناك بنية تحتية مدمرة، أن هناك مساكن تم تهديمها، وبالتالي هناك مساكن سويت بالأرض، ومع ذلك النازح يريد العودة،
الى هذه الاماكن، الى هذه البقعه التي غادرها قسرا، ولكن مع كل الاسف لا يسمح له. كما قلت قبل قليل، طبعا هناك من يفكر، تتذكرون جيدا جرف الصخر، لا يسمح للمواطن العراقي الذي كان ساكنا فيها بالعودة إلى. نعم دكتور رحيم، سنعود إليك دكتور رحيم. أيضا دكتور جاسم، إذا معاناة النازحين سنة بعد سنة تتفاقم، يعني هل من إجراءات من المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، منظمات الدولية الأخرى، بإجبار الحكومة على حل هذه المشكلة للنازحين؟ والله حتى الآن لا نرى يعني في الأفق أي دور للأمم المتحدة. يعني ما يجري تماما كما ذكر الأخ رحيم الكويتي هو توصيف للمشهد العراقي. لا يوجد يعني خطوة عملية إصلاحية علاجية لأوضاع النازحين في العراق. وعليه لو يعني نشاهد المشهد العراقي، هنالك اليوم في العراق موضة البرامج التي تظهر في أوقات السحور، وهي ربما هي برامج فضائحية. يعني على ذكر مثلا النائب أحمد المساري ذكر أنه يوجد معتقل للميليشيات في منطقة جرف الصخر، وأنه حتى وزير الداخلية لا يمكنه أن يصل إلى هذا المعتقل. وعليه هذه الاعترافات العلنية الصريحية كما يقال في القانون، الاعتراف سيد الأدلة. نحن نتحدث عن نائب اعترف بوجود معتقل سري لميليشيا. ما هو دور الأمم المتحدة في التعاطي طالما الحكومة عاجزة عن القيام بهذا الدور؟ ما هو دور الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الحالة؟ نحن نتحدث عن ميليشيا واحدة دون ذكر بقية، هو تحدث عن ميليشيا واحدة لديها معتقل سري لا يمكن حتى لوزير الداخلية أن يصل إلى هذا المعتقل. كيف يمكن للأمم المتحدة أن تحرك هذا الملف وتقول أن في العراق معتقلات سرية باعتراف النائب الفلاني، والنائب الفلاني بالأمس على قناة الشرقية يقول أنه اشترى أكثر من 40 نائبا في العملية السياسية وقالها صراحة أنه دفع لهم، وفوق ذلك ذكر أسماء النواب الذين دفع لهم. إذن القضية قضية يعني خراب سياسي، خراب أمني. وعليه أين دور الأمم المتحدة في تسليط الضوء الأممي أو العالمي أو الدولي على ما يجري في العراق؟ الحقيقة ممثل الأمم المتحدة اليوم في حالة نعيم وظيفي عبر العلاقات المترفة والمنعمة مع المسؤولين في الدولة العراقية. دكتور رحيم، الخدمات في العراق أشعلت في الصيف الماضي الكثير من الأزمات، ونحن مقبلون على صيف كما وصفوا سيكون صيفا حارا، وما زالت الخدمات مفقودة في العراق ولم تصل الخدمات الأساسية إلى المناطق التي تحتاجها فعليا، خاصة الكهرباء والماء. كيف تعلقون على الوضع في العراق في ظل هذه الأوضاع؟ المواطن العراقي الذي أصبح مهموماً بالخدمات من كهرباء، من مياه، أنت تعرف البصرة تظاهرت كثيراً للحصول على وهي تغط بملايين البراميل النفطية التي تصدر منها، وناهيك عن بقية المناطق. كما يقيل أنه الكهرباء سنبقى نصدر بهم، الحكومة تكذب باستمرار، لكن المواطن العراقي لا قبل له إلا النزول إلى الشارع، والنزول إلى الشارع ليس ليوم واحد ولا لجمعة واحدة، وإنما مرضات عديدة، وتصويت المنطقة الخضراء، وتصويت مجلس النواب، وتصويت الحكومة، إلى أن تنتهي هذه الحكومة كما فعل الجزائريون، كما فعل السودانيون. خارج هذه المسألة سيستمر الفساد كما هو، وتستمر معاناة المواطنين العراقيين إلى أبد الآبدين. لا بد من وضع حد لهذا الذي يجري في العراق، من اعتقالات، من انتهاكات لحقوق الإنسان، من فساد استشرى في الجسم الإداري والسياسي في كل مفاصل الدولة. باعترافهم هم يقولون هذا الفساد نخر الجسم الإداري. طيب إذا نخر الجسم، ما هي الحلول في هذه الحالة؟ الحلول يملكها الشعب العراقي، لا تملكها أي جهة أخرى.
كل ما تنتهي حكومة وتعود إلينا حكومة بأربع سنوات أخرى والحل لا حل للمواطن، لا لخدماته ولا لمعاناته. المعاناة كبيرة والخدمات فقيرة، وبالتالي لا بد من حراك جماهيري لإنهاء هذه الأزمة. أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكويسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. إذن دكتور جاسم، أيضا في سؤال أخير، كيف ترى مستقبل الأوضاع في العراق بعد، يعني نحن على أبواب صيف ساخن كما تعلم، المشكلة تتكرر بالنسبة للكهرباء والماء وأيضا المشاكل والأزمات السياسية والحقائب الوزارية، وعادل عبد المهدي وعد بتغيير كثير من الملفات لكنه لم يستطع، فما توقعاتك لما سيحصل؟ حقيقة القضية قضية يعني أكبر من الكهرباء، يعني العراق ليس بحاجة إلى كهرباء، يعني تعودنا نحن في مرحلة ما قبل الاحتلال على الإطفاء المنتظم للكهرباء. أنا أعتقد قضية أكبر، القضية هو في بناء منظومة الدولة العراقية. يعني حادثة بسيطة قبل يوم الأربعاء الماضي، حينما وجه السيد مقتدى الصدر أتباعه بالخروج يعني مكافحة أو يعني فضح الفاسدين من التيار الصدري، بعدما قيل أن هنالك انشقاقا ما في داخل التيار الصدري. السؤال هنا، نحن نتحدث عن السيد مقتدى الصدر وهو جزء كبير والفائز الأول في الانتخابات الأخيرة، وهو ركن من أركان عملية السياسية. لو نتابع المشهد الذي جرى، أتباع السيد الصدر خرجوا في كربلاء وواسط وبابل وحرقوا ممتلكات الذين ذكر أسماءهم السيد مقتدى الصدر في مظهر يؤكد الآتي: أولا أن السيد مقتدى الصدر لديه سلطة خارج إطار سلطة الدولة وهو جزء من الحكومة. ثانيا يؤكد أن السيد مقتدى الصدر لا يعترف بالحكومة، ولو كان يعترف بالحكومة لذهب عبر الطرق القانونية وقدم هؤلاء الذين قال أنه يمتلك عليهم أدلة فساد إلى القضاء العراقي، ويبقى يتابع الأمر عبر التيار الصدري مع المحاكم، بدل أن يقتل أربع مواطنين أبرياء وجرح أكثر من 17 مواطنا. إذن هذه الحادثة البسيطة تؤكد قضية خطيرة، وهي هل في العراق حكومة، أو بالنتيجة هل في العراق منظومة دولة قائمة؟ مع الأسف أركان عملية سياسية لا يعترفون بوجود الحكومة. إذن القضية قضية بناء دولة وليست قضية خدمات. حينما تكون دولة، حينما تبنى دولة ودولة مواطنة قائمة على عدم التفريق بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو العرق، حينها يمكن أن ننطلق ونبني عراق، وحينها ستتوفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات بكل أشكالها، لأن العراق دولة غنية. إذن القضية في يعني الإشكالية في أس الموضوع وليس في موضوع الخدمات، لأن هذه الخدمات هي موضوع مواضيع شكلية، لأن لدينا مشكلة في أس الموضوع وهو بناء الدولة العراقية. وبالتالي على الجميع أن يسلط الضوء على ضرورة إنعاش بناء الدولة العراقية عبر قيادات وطنية تحب العراق وتعمل من أجل العراق، ولا تنحرف لهذا المحور أو ذاك وتبقى مع المحور العراقي. وهذه القيادات اليوم مع الأسف غير موجودة، وبالتالي تبقى هذه المشكلة قائمة حتى الآن. شكرا جزيلا لك. إذن دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.